يسع المرء بأكبر مدينة بالمغرب لا ضبط النفس أثناء التنقل عبر المعابر الطرقية خاصة الرئيسية منها، وهي معاناة يومية لا تقتصر فقط على فترة الذروة. باش نقطعوا كازا دو بوتامبو من بحال دابا من هنا بسرعة مقاومة بتاتخ الولفة اون غوميتخ مينيموم اون اوغ. بالأرقام هناك 1,200,000 سيارة مسجلة بالدار البيضاء فقط، ما يؤدي إلى خنق حركة السير والجولان. هذا الثقل تتحمله العناصر الأمنية المجبرة على التدخل أحياناً محل الإشارات الضوئية لتنظيم حركة المرور بالنظر إلى ارتفاع حاضرة السيارات. الطاقة الاستيعابية ما تقدرش تستوعب هذا العدد الهائل ديال السيارات، ودائماً لهذا قلت بأن دائماً هناك تحسين فيما يخص فك هذه العملية بالنسبة للخلق عدة شوارع موازية. ما يزيد عن 2,000,000 سيارة تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية يوميا، وهو ما يطرح تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية لمواجهة هذا الاختناق. والحل هو إحداث منشآت فنية مثل الأنفاق كنفق عبد الرحيم بوعبيد بحي الوازيس الذي ستنتهي به الأشغال خلال 3 أشهر المقبلة، حيث كلف بناؤه حوالي 80 مليون درهم. وهذا الممر التحتي ديال شارع عبد الرحيم بوعبيد هو غادي يفك العزلة ديال المنطقة كلها ديال الوازيس والمعارف، بحيث غادي يربط المنطقة ديال الحي الحسني بوسيجور إلى منطقة بولو. نفق آخر ستنتهي به الأشغال مع نهاية هذه السنة يعد أكبر بنية تحتية تشهدها العاصمة الاقتصادية. يمتد النفق على طول كيلومتر واحد، رصد له غلاف مالي بقيمة 140 مليون درهم يخترق أهم المناطق الحساسة بعمالة مقاطعات أنفا. كاين المشروع ديال المدار ديال سيدي معروف، هذا المشروع هذا اللي ان شاء الله الاشغال ديالو غادي تبدا في الاشهر القادمه. كاين كذلك توسيع ديال واحد العدد ديال المنشات الفنيه قناطر اللي كذلك غادي تخفف من المشكل ديال السير. مشاريع ينتظرها البيضاويون بفارغ الصبر لتسهيل التدفقات الكبرى لحركة السير والجولان وتخليص مستعملي الطريق من ويلات الإرهاق والأرق الناجمين عن الاختناق الطرقي الذي أصبح كابوسا يقض مضجع البيضاويين.